بس أولا أحب أصحح معلومة بالأول، اللي هي جمعية أصالة مش مجرد مشارك في المعرض، وإنما جمعية أصالة هي الشريك الرئيسي لإقامة المعرض مع وزارة الثقافة، وهي التي قامت بجمع هذه الأعمال من 26 محافظة ومن أكثر من 50 فنان تشكيلي، وفوقهم مجموعة من الشباب حوالي 30 شاب اشتركوا في مسابقة التصميم اللي هي في القاعة الرئيسية في قاعة كبار الزوار. وبالتالي فجمعية أصالة هي اللي شالت هذا المهرجان إلى جانب وزارة الثقافة وبدعم منها بلا شك. سؤالك الثاني كان عن أهمية المعرض. هو أهمية المعرض تنبع من أنه يحارب الزمن قبل أن تندثر هذه الحرف، لأنها بتتعرض للاندثار بسبب غياب الرعاية والتنمية وترك الحرفيين كاليتامى دون عائل ولا راعي. إنتاجهم لا يجد من يشتريه، لا يستطيعون أن يأتوا من أقاليمهم البعيدة إلى القاهرة، هي مركز كل شيء بما في ذلك التسويق، فضلا عن أن يستطيعوا السفر بأعمالهم إلى خارج البلاد، حيث يجدون من يعني يقدر هذا الإبداع. ماذا بعد هذا المهرجان؟ يعني عشان ما نقولش ركب الخليفة ونفض المولد وكل واحد ياخد الخلاجات بتاعته ويرجع على بلده، كده هيرجعوا بدرجة عالية من الإحباط، وكأننا فعلا زودنا همومهم بدل ما نساعد في يعني تخفيف الحمل عليهم وإعطائهم الأمل. من كلمة الأمل نبع المشروع الذي تقدمت به جمعية أصالة اليوم إلى السيد رئيس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للحرف التراثية. مهمته هي جمع هذه الفنون والمشتغلين بها من كل مكان في الجمهورية، وتقديم كل فرص الدعم والرعاية والتأمين، والتأمين بما في ذلك التأمين الصحي والتأمين على الحياة، لأنهم ليس لهم أي سند في الحياة. إذا مرض الحرفي أو إذا توقف حاله اقتصاديا لا يجد من يرعاه، وهم الآن في هذه المرحلة بعد أن توقفت حركة السياحة لفترة طويلة منذ ثورة 25 يناير.